ولمزيد من التحليل والمتابعة معنا على الهاتف دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لمتابعة ما جاء في مؤتمر المناخ كوب 27 وجلساته المختلفة وخاصة الشأن الاقتصادي به. دكتور عبد المنعم بعد التحية، يعني أتذكر في الحديث عن التمويل والمسائل الاقتصادية إن مجموعة 77 والصين، وهي مجموعة يعني تفاوضية تضم تقديريا الدول النامية إضافة لقضية الخسائر والأضرار، طالبت بإضافة قضية الخسائر والأضرار إلى جدول الأعمال ودراستها، ولكن لم يتم ذلك. ولكن في هذا المؤتمر كانت هناك يعني مناقشات بشأن ذلك وبشأن أيضا الحديث عن الأضرار. هل تعتقد أن هذا الأمر يعتبر سبق لهذا المؤتمر والنفع الاقتصادي من هذا الشأن؟ اولا اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. احنا النهارده لما بنتكلم على مؤتمر المناخ، مؤتمر المناخ اعتقد ان هو هذا المؤتمر بلا شك هو مؤتمر تنفيذ لكافه التعهدات الماليه والتعهدات التي اقرتها الدول سواء كانت الناميه او الدول المتقدمه، وتقليل الانبعاثات الكربونيه يعني بشكل كبير عما هو عليه الآن. ولكن بالنسبة لموضوع التمويل، التمويلات التي تأتي في مؤتمر المناخ أو في قضية المناخ أو التغيرات المناخية هي تنقسم إلى نوعين. النوع الأولاني هو نوع هدفه تمويل من أجل تخفيف الضرر واستخدام بيتم استخدام هذه الأموال في مساندة ومساعدة الدول النامية على أنها تتخلى من الوقود الأحفوري زي الفحم أو المشتقات الأخرى للبترول، وأيضا الأنشطة الملوثة للبيئة. وده أعتقد ده جزء كبير من قطاعات التمويل ومن الشركات حتى اللي بتقوم بعملية التمويل. أما التمويل الثاني فهو تمويل من أجل التكيف، اللي هو التكيف وتستخدم هذه الأموال في برضو أيضا مساعدة الدول النامية على أنها يكون الاستعداد للأسوأ، استعداد لأسوأ النتائج التي قد تحدث نتيجة استخدامات أو الانبعاثات الكربونية. أما ما تم استحداثه في هذا المؤتمر وهذا يعتبر سبق زي ما حضرتك تفضلتي، اللي هو ما يطلق عليه الخسائر والأضرار، اللي هو تخصيص جزء من التمويل لمساعدة الدول النامية في التعافي من أثار التغيرات المناخية التي فعلا تكبدها. النهارده الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية، والتغيرات المناخية دي ليست فقط في عملية ان ارتفاع درجة الحرارة في الكوكب او بعض البلدان، لكن نحن نتحدث عن تغيرات مناخية زي الفيضانات التي تتم والتي تؤثر على التربة الزراعية وتؤثر على المحاصيل الزراعية، وتزيل مدن بأكملها صحيح ده بالفعل. النهارده هناك حديث على بعض كثير من المدن على مستوى العالم انها قد تختفي. هناك حديث عن مدينه زي مدينه الاسكندريه قد يعني تتاثر سلبا بالاثار او التغيرات المناخيه وغيرها. وبالتالي النهارده الحديث عن الخسائر التي قد تلحق بالبلدان نتيجه يعني اصرار او تمسك الدول المتقدمه والدول الصناعيه بالاستخدامات البترول والمشتقات البترولية والاستخدامات الخاصة التي من شأنها تلوث البيئة، اعتقد ان ده شيء جيد جدا وشيء طيب جدا، خاصة ان احنا النهارده بنتحدث عن تمويل، وبنتحدث ايضا من المؤتمر وبنتحدث عن شركات تمويل واستثمارات أجنبية هتقوم بتمويل مشروعات في قطاعات متعددة وقطاعات متنوعة خاصة في الهيدروجين الأخضر وفي كثير من المشروعات الأخرى. طيب بمناسبة هذا الحديث، يعني مصر أصبحت تلعب دورا محوريا في قضية المناخ. بالأمس شاهدنا تدشين أول مشروع وقود أخضر. صحيح. النفع الاقتصادي نتكلم على مستوى الدولة، وهل المواطن العادي ممكن أن يطوله نفع أيضا من هذا الشأن؟ طبعا بكل تأكيد هناك نفع على المواطن وعلى الدولة. نفع على الدولة بيتمثل في ان النهارده يكون هناك لدى الدولة مشروعات بيئة خضراء او طاقة نظيفة، وده بيساعد على تحسن
المناخ داخل هذه الدولة بيحسن أيضا في استخدام الطاقة الموجودة داخل الدولة بشكل كبير، أيضا بيؤثر إيجابيا على صحة المواطن داخل الدولة وداخل المدن بشكل كبير، أيضا أنه استعادة أو الاستخدام الوقود الأخضر أو الوقود من الناتج عن الهيدروجين بديلا من الطاقة النفطية المعتادة، ده أولا وفر في التكاليف، إن كانت حتى إن كانت التكاليف حاليا مرتفعة نوعا ما لكنها على الأقل في المستقبل هتنخفض بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه صحيا وتحسين جودة الحياة للمواطنين بيكون أفضل بكثير. طيب، يعني في الصباح كانت هناك جلسة عن الأرض وتأثير التغيرات المناخية على الأرض وعلى المحيطات، وتحدثوا عن أهمية وجود مراكز رصد ومراقبة وأهمية هذه المراكز أيضا اقتصاديا، بمعنى إن هذه المراكز بتقديراتها وبتقاريرها من الممكن أن أعتمد عليها فأعلم في المستقبل ما الذي يمكن أن أزرعه من نباتات ومحاصيل تدر علي بالنفع. إلى أي مدى بترى أهمية وجود هذه المراكز وخاصة في الدول التي لم تحقق ثورة صناعية مثل الدول الأخرى التي استفادت؟ دكتور عبد المنعم السيد، يبدو أن الاتصال لا يتوفر بعد. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أشكرك شكرا جزيلا.